نصلي معا، رسالة تسامح أطلقها ملتقى الأديان للعالم أجمع في نسخته الخامسة برعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عقد بسانت كاترين أرض السلام في مصر، مقدما نموذجا رائعا لمفهوم العيش المشترك. النهاردة احنا بنقول مبروك لمصر في الحقيقة على التلاحم وعلى اللحمة وعلى التسامح وعلى الروح اللي انتوا شفتوها في الداخل وعلى التنظيم الرائع وعلى الإعداد الجيد وعلى العالمية. احنا دخلنا العالمية في الحقيقة، واحنا ده كان غرضي وكان هدفي ان سانت كاترين دي لازم تبقى في العالمية، ما تبقاش إقليمية، ما تبقاش محلية أبدا. سانت كاترين بالنسبة لكل المصريين ديها قدسية كبيرة جدا، فيها طبعا الدير وفيها كمان الوادي المقدس. سعداء إن احنا مع محافظ جنوب سيناء قدرنا نقدم للعالم شكل مختلف السنة دي. وزارة الثقافة كان في عرض يعني مميز جدا، معانا سفراء من جميع أنحاء العالم، ووزراء بيمثلوا الحكومة المصرية، أبناء من الخارج أيضا، كلمات رائعة جدا بتدعو إلى التسامح، بتدعو إن مصر بلد where it all begins. على مسرح وادي الراحة ووسط جبال سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، أضاءت الأنوار كلمة تحيا مصر، وقدمت الفرق الممثلة للديانات السماوية الثلاث مجموعة من الإنشادات الدينية والترانيم في شكل فني راق، أبهر الحضور من مختلف دول العالم. هي بتتكرر كل سنة، لكن السنة دي ليها مذاق خاص. السنة دي فيها أعداد كبيرة من السائحين، بيشارك فيها مجموعة كبيرة من السادة الوزراء، بيشارك فيها إعلاميين، بيشارك فيها كل الناس بتشارك فيها، في فرق جاية من بره عشان خاطر تشارك في الموضوع ده، بتشارك مدينة السلام في السلام. إحنا في مكان يعني خاص جدا 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 في العالم. احنا موجودين في منطقة الوحيدة اللي تجلى فيها الله على أرض الكون ده كله، فاحنا عندنا الجبل اللي كان بينجي فيه سيدنا موسى، وجنبه الدير بتاع سانت كاترين، وان شاء الله يوضع حجر أساس لجامع. فالمنطقة دي لازم تفضل منورة. رسالة للعالم كله، مصر الأمن، الأمان، التطوير، التنمية بقيادتها السياسية الواعية فخامة الرئيس. نفتح ملعبين وزارة الشباب والرياضة، ملعبين على جبل يعني سانت كاترين. إذن معاملات التنمية المصرية في كل المجالات هي رايحة لكل مكان. فورم سور لا توليرانس ici à Sharm el-Sheikh. في الحقيقة ملتقى الأديان في سانت كاترين هو حقا شيء ممتع لتلاقي الأديان السماوية ونشر السلام والتسامح على أرض السلام سانت كاترين في جنوب سيناء. بالفعل نحن قضينا أيام وأوقات ممتعة. ملتقى تسامح الأديان ملتقى إنساني يسعى لترسيخ قيم المحبة، مؤكدا أنه لا شيء يعلو فوق قيمة الإنسان. طابع عالمي خاص يتميز به ملتقى تسامح الأديان هذا العام، والمنعقد بسانت كاترين أكبر المزارات السياحية بمصر. جنسيات مختلفة جاءت من كل مكان إلى مصر للاستمتاع بالسياحة الدينية ونشر مفهوم التسامح والسلام. هويدا يحيى، MBC مصر.